الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فعرفنا في اللقاء السابق ما يحصل لخلق الله في أهوال ومواقف القيامة حتى يجتاز المنتسبون للدين للإسلام الصراط، فإن الصراط يجتازه المنتسبون للإسلام من مؤمنين صادقين ومن منافقين. أما أهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى فإنهم يقعون في النار والعياذ بالله ولا يمرون على الصراط. فإذا مر الموفقون المكرمون من عباد الله اجتازوا الصراط فهؤلاء إلى الجنة. من سقط في النار والعياذ بالله من أهل التوحيد يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ومن دخل الجنة لم يخرج منها يخلدون فيها. أما أهل النار، أما الكفار أهل النار فإنهم لا يخرجون منها أبد الآباد والعياذ بالله، لا يخرجون منها، لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يكرم الله جل وعلا المؤمنين بالجنة، يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هم خالدون فيها لا يخرجون منها، فهي باقية وهم فيها باقون. يدخلكم الله الجنة بفضله ورحمته. ففي حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة، وفي رواية: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وأما أهل النار والعياذ بالله فهم المنافقون والكفار، يقول الله جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هؤلاء أصحاب النار خالدون فيها، فهم فيها باقون وهي باقية، الجنة باقية والنار باقية. كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من حال أهل النار. يدخلون النار بعدل الله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. أما أهل الجنة فهم في النعيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم ذلك النعيم على الإطلاق رؤية وجه الرحمن تبارك وتعالى، هذا أعظم النعيم. يراه أهل الجنة عيانا بأبصارهم، يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تنضرت هذه الوجوه وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى وجه الرحمن. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي دخول الجنة،
والزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وأما الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية يوم القيامة فكثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر، منها حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 ليلة اكتماله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم في رؤيته، كلكم يراه على أوضح ما يكون وعلى أحسن ما يكون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب: يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ بعد أن يدخلوها ويكرموا فيها ما بما يكرمهم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أخرجه مسلم. يكرمهم الله بالنظر إلى وجهه. وأما الكفار نعوذ بالله من حالهم، فإنهم محجوبون عن الرحمن. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى، الكفار يحجبون، وهذه أعظم عقوبة تحل بهم، وأما المؤمنون فهم ينظرون إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى ويتنعمون بنعيم لم يخطر على قلب أحد. هذا النعيم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحثنا على الحرص عليه، ومن أسباب نيله المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، هذا من أسباب نيل هذا النعيم العظيم. وهذا النعيم حري لعباد الله أن يشمروا له وأن يتنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإنهم مقبلون على رب كريم رحيم ودود منان وهاب، فليعملوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده السابقين إلى الخيرات، الموفقين، المسددين، المعانين على كل خير، المحفوظين من كل ما يسخط الرب تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.